بالنسبة لنا في جريدة الاتحاد الشراكي والملحق الثقافي بالأساس، هذا تقليد كان دائما في كل مؤتمرات الاتحاد كتاب المغرب، وكلما كانت هناك ندوات الاتحاد كتاب المغرب أو كانت هناك أزمات في الاتحاد كتاب المغرب كان دائما منبر الجريدة أو الملحق الثقافي كيفتح الصفحات ديالو الآراء والآراء المختلفة وكيحاول ما أمكن يكون منبرا لهذه المنبر. بالتالي نحن نمارس تقليدا تاريخيا نعتز به وسنواصله في هذه الظروف أو في ظروف أخرى. الحاجة الثانية هو أنه كاين هناك وضع مثير للقلق والأسئلة في اتحاد كتاب المغرب. نحن من زاوية موضوعية لا نريد أن نحاكم أي تجربة ولا أن نصدر أحكاما. اعتبرنا أن مهمتنا هي أن نوفر الظروف لكي يلتقي الناس في الاتحاد، وسواء كانوا من صناع التاريخيين أو من أجيال جديدة، ليتناقشوا في الموضوع في ظروف هادئة بدون رهانات تنظيمية ضاغطة. كان يعني الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو أن تكون هذه وضعية تقييم يعني عقلانية وفكرية، بناء على كون اتحاد كتاب لأول مرة في تاريخه وأيضا في تاريخ العمل الجمعوي والعمل المنظم المدني يفشل وتفشل منظمة في عقد مؤتمرها مؤتمرين متتاليين، مؤتمر طنجة الذي فشل وأيضا مؤتمر العيون الذي لم يعقد. وبالتالي أعتقد أن هذه وضعية ليست سليمة ولا يمكن تفسيرها دائما بالأسباب الذاتية. هناك الذاتي أكيد، ولكن هناك أيضا الموضوع، ونعتقد أنه يجب أن نعمل من أجل أن عكس الدينامية، أي دينامية الجمود ودينامية التدهور والتقهقر، دينامية الحيطة والحضر الداخلي إلى آخره، وتعويضها بدينامية جديدة، دينامية الثقة والتبادل والرفعة والسمو الثقافي. وهذا هو دورنا، نحن لا نعود اتحاد كتاب أبدا، ونحن لا نبحث على تأثير سلبي أو خلق موازين قوى من أي قبيل كانت، بل نرى أن من واجبنا أولا كمنبر صاحب ورافق اتحاد كتاب في كل مراحله السابقة ومع جميع رؤسائه ومع جميع قيادته، وثانيا أيضا باعتبارنا أيضا أعضاء منخرطين لنا الحق في أن نناقش، لا سيما وأنه الشرط الأساسي الذي نريده هو الموضوعية وهي الجدية وإعطاء واحد الروح جديدة للاتحاد ولمنظمة الاتحاد. لا أنا استغرب، أول ما كانش مجموعة لحد علمي أنه كاين موقفان، هناك موقفان فقط عبر عن نفسهما، أحد الكتاب عرف نفسه أنه كاتب وعضو، ليته بقي في لغة المعارضة ولو كانت قاسية، لكن هناك اتهامات لا تليق بالنقاش الثقافي، وربما من أسباب هذا لوحده سبب من أسباب الندوة، أي كيف نرتقي بالنقاش وبالمناقشة إلى مستوى يليق بالثقافيين ويليق بالكتاب والشعراء إلى آخره. ثانيا نحن لا نريد إجماع، هذه ندوة كان يمكن أنتم أنفس بريس لكم أن تعقدون ندوة قريبا حول اتحاد كتاب وتستدعون من ترونه أنه يمكن أن يساهم في، كما يمكن للزملاء في البيان أن يفعلوا نفس الشيء والزملاء في العالم إلى آخره. أعتقد إحنا لأنه ارتبطنا شبه عضوي كان علينا أن ننظم هذه الندوة. نحن كما قلت لا نبحث على إجماع ولا نبحث على رهان قوى ولا نبحث على انتخابات لكي يكون هناك المعارض. هناك من يقول بأنه الأحزاب يجب وأن تبتعد عن منظمة ثقافية، هذا أغرب ما أسمعه صريحة، لأنه كان الهيمنة السياسية دائما هي بنت الهيمنة الثقافية وليس العكس. ثانيا ما الذي يمنع كاتبا أن يكون له اختيار سياسي؟ هل يجب أن أكون كاتبا أملس أبيض بلا لون بلا طعم لكي يكون عضوا في؟ لا، هذا نقاش مفتعل وأعتقد لا يستحق كثير الوقوف عنده. كان يعني نقاش يتم في كثير من الأحيان بحدة، ولكنه كان دائما بمستوى مرتفع وبلغة راقية وبمحاججة ثقافية عميقة.